بنرحب بحضراتكم من جديد. دي الوقفة الثابتة دايما في برنامج هذا الصباح، وقفة في بلاط صاحبة الجلالة مع وقفة صحفية مع ضيفنا العزيز أستاذ طارق تهامي من جريدة الوفد. مشرفنا أستاذ طارق، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك أستاذ عمرو. صباح الخير. صباح الخير. هنبدأ معاك من جريدة الوفد ونشاط مكثف للرئيس السيسي في اليوم الثاني لزيارته إلى نيويورك، تشريعات لجذب الاستثمار وتحويل منطقة قناة السويس إلى مدينة عالمية للسياحة والتسوق. السيسي أمام قمة المناخ، الدولة العربية يعني الدول العربية يعني عفوا تعاني التصحر، وعلى العالم المشاركة في المكافحة. تفاقم أزمة الطاقة يتطلب التحول إلى نمط اقتصادي أكثر حفاظا على البيئة. يعني يمكن كلمة الرئيس السيسي أو أستاذ طارق أمام قمة المناخ كانت وفية لهذا الملف، لكن يعني لو امتد سؤالنا لنظرة شاملة على الوفد المصري وكلمة الرئيس السيسي المنتظرة اليوم أيضا، ويعني هي في ملف شديد الخطورة مكافحة الإرهاب. هي زيارة بتنقسم لقسمين، يعني جزء رسمي هدفه المؤتمر المقام حاليا، وهو يعني مؤتمر متعلق بالبيئة، وكلمته كانت واضحة جدا في هذا الإطار وفي هذا السياق، لم يخرج عنها، كان محدد جدا واضح جدا في أهدافه اللي عايز يطرحها من خلال هذه الكلمة أمام الأمم المتحدة. الجزء الثاني بقى المهم بالنسبة لنا بقى هو فكرة لقاءاته ب الرؤساء رؤساء والملوك دول وملوك ورؤساء الوزراء ورؤساء وزراء وزارات في دول عديدة من العالم لمناقشة ملف أعتقد أنه بيهم العالم كله الآن، وهو ملف الإرهاب اللي عانت منه مصر وحذرت منه، وكانت هذه الدول نفسها بتسعى لدعم هذا الإرهاب في مصر لحد سنة فاتت واحدة يعني. وبالتالي الدائرة لفت ورجعت مرة تانية لهذه الدول التي تعلمت الدرس، هم مدركين تماما ان هم صنعوا قاعدة في وقت من الأوقات، القاعدة دمرتهم، ولأول مرة كان حتى في تاريخ أمريكا يتم الاعتداء عليها داخل أراضيها في 11 سبتمبر. الآن هم انتبهوا لخطورة الأمر بعدما خضنا في مصر هذه المعركة بوضوح ضد هذا الإرهاب بلا مواربة، يعني فكرة المواربة مع هذا الإرهاب لم تحدث. أعتقد كان في حرب مباشرة في سيناء، القوات المسلحة وفي الحدود الغربية. الآن أدركوا أن هناك خطورة من بناء تنظيم إرهابي جديد في المنطقة، عندما تعرضت مصالحهم للخطر ابتدوا يتكلموا عن حلف دولي لمكافحة الإرهاب، ورئيس السيسي قال إحنا هندعم لكن مش هنشارك. ودي مسألة مهمة جدا بالمناسبة، انه مش هتورط عسكريا في هذه المعركه، لاحظ لكن احنا ندعم المكافحه، ندعم لكن احنا نشارك، ندعم يعني نديكم معلومات بقى، نحضر لكم الارض مفيش مشكله، لكن نشارك بجنودنا في هذه المعركه يعني في هذا الامر. تساؤل في شكل الدعم والمشاركه في التحالف الدولي لمكافحه الارهاب، تحالف اللي اراضيته الولايات المتحده، وكان دايما التساؤل مصر هتشارك ازاي. فإحنا دلوقتي واضحين ومباشرين في هذا الأمر، مصر لن تشارك عسكريا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب اللي بدأ أعماله يعني وبدأ بالفعل من غيرنا يعني. يعني هندعم يعني هنديكم معلومات، هيبقى في تواصل بيننا وبينكم، تواصل دعم مخابراتي ممكن، لكن اني اودي جنود لوجستيات بالظبط، ممكن نتعامل لوجستيات يعني بالظبط، مناطق نفوذنا، القوى الناعمه بتاعتنا وهكذا. لكن فكره اني اشارك بشكل مباشر اعتقد انه ده كان واضح جدا في الخطاب السياسي المصري اللي حسم الامر من البدايه انه لن يشارك في هذه المعركه العسكريه. طيب شايف خطاب النهارده ان شاء الله يكون ازاي يا استاذ طارق؟ يعني شايف لو انت لو قرات مثلا ابرز النقاط، وان كان كل متفق عن الارهاب تكون النقطه الاساسيه في بدايه الخطاب بالنسبة له النهاردة، أو يتكلم في نقطة أساسية تخص الإرهاب، شايف الخطاب بتاعه يكون إزاي النهاردة؟ يعني شايف الاهتمام الدولي يكون بإيه؟ شايف الحفاوة الدولية؟ شايفه يعني شايف وجوده هناك أصلاً عامل إزاي؟ إحنا نقارن ما بين هذا هذه الرؤية الدولية لمصر لحد من سنة والآن الأمر مختلف، لأنه مصر كانت سباقة. يعني هو أكيد بلا شك هيتكلم عن الإرهاب وخطورته، وخطورة بقى دعم الدول الغربية لهذا الإرهاب في أماكن مختلفة، ما أعتقدش أن الكلمة هتبقى يعني في هذا الإطار بوضوح وبشكل مباشر، لكن يبقى فيها تلميح حتى يفهم من يريد أن
يفهم أن دعم بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة لتنظيمات إرهابية في بعض الدول ومحاولة تغيير خريطة المنطقة عبر تنظيمات مسلحة وإرهابية هو أمر خطير على الغرب قبل أن يكون خطيرا على الشرق. أعتقد أنه أنت تتوقع أنه هيكون في تلميح لده رغم تراجع موقف الولايات المتحدة اللي حصل يعني تجاه ما حدث في مصر على سبيل المثال؟ أعتقد كان في حديث عن أنه الرئيس السيسي قابل كلينتون الرئيس السابق، هو بلا شك الحديث مع الرؤساء السابقين ده قابل كيسينجر يعني عايز وقابل كيسينجر وقال لهم انه الشعب المصري عند هذا ما تم يعني تسريبه انه قال لهم ان الشعب المصري زعلان من امريكا. اعتقد الكلام ده مهم جدا بالنسبه لهم لانهم بيمثلوا الان بعد خروجهم من السلطه لوبي على متخذ القرار، لوبي لانه طريقه اتخاذ القرار هناك اصل الموضوع مختلف في دوله مؤسسات يعني كده. القرار مؤسساتي مش قرار فردي او واحد بياخد قرار كده اعتباطي، لا ده قرار يعني الناس دي مؤثره في صنع القرار جدا. واشنطن دي مدينه صغيره جدا، واشنطن دي سي مش الولايه، واشنطن دي سي مدينه صغيره جدا بتدير العالم وكل شخص فيها له قيمته بما فيهم اعضاء الكونجرس مؤثرين جدا بشكل غير طبيعي. اعتقد انه الرؤساء السابقين لهم تاثير كبير، وزراء الخارجيه السابقين لهم تاثير. هو اتكلم معاهم بوضوح انه ما فعلته امريكا طريقه معالجتها للامور او المشكله في مصر كانت معالجه خاطئه، ولذلك الشعب المصري واخد موقف. حتى كيسينجر في حديث كيسينجر ليه تصريح مهم جدا. طبعا يعني ليه تصريح مهم جدا طبعًا. جدا قال فيه ان تعاملنا كان خاطئ، الراجل اعترف قال تعاملنا كان خاطئ مع الملف المصري، ومصر لا تحتاج لاحد ان يعترف بها، مصر معترف بها في كل مكان. بالظبط، وقال هذا الكلام منذ ايام، وقال كلام كمان خطير جدا. قال الان، وهو راجل ثعلب بالمناسبه، يعني قال الشعب المصري الان لديه استعداد لاي نظام حكم الا الاخوان. خلاص يعني الاخوان بقى ومن على شاكله الاخوان، وبالتالي المعالجه كانت خاطئه. المصريين من الاول مش قابلين الموضوع اقصد التدخل الامريكي، لم يكن المصريين قابلين للتدخل الامريكي بهذه الطريقه الفجه، واعتقد انه النتائج كانت عكسيه جدا. يمكن اختصارا لكل الترجم في ان ما كانش فيه على مطروح على اجنده الرئيس لقائه باوباما، واصبح لقاء طارئ بالنسبه لهم، او دعا لهذا اللقاء يكون بكره ان شاء الله لما مدار ساعه، وبعدها عقب مؤتمر صحفي صغير لحوالي ربع ساعه حسب التصريحات بالنسبه للجانب المصري. طيب ناخد جريده الاهرام ونمر مرور الكرام ونروح بهذه جريده الاخبار. التحالف الدولي ضد داعش يشن اول غارات بمشاركه خمس دول عربيه، والجيش الامريكي بيستخدم طائرات F-22 وصواريخ توماهوك في القصف البريطاني، وبريطانيا لم تتخذ قرار نهائي حول المشاركه ولكنها بتدعم زي مصر بالظبط، او موقفها مشابه لموقف مصر. طبعا اتكلمنا في الموضوع ده، هنروح للخبر اللي بعده. جريده الاخبار في اجتماع اللجنه العليا لاصلاح التشريع برئاسه محلب، المفاضله بين تشريع متكامل للارهاب او تطوير القوانين الحاليه. والمستشار ابراهيم الهنيدي وزير العداله الانتقاليه بيقول مشروع قانون تقسيم الدوائر وتعديل التظاهر امام مجلس الوزراء. لا، هو فيما يتعلق بقانون الارهاب اعتقد انه القانون الحالي يكفي. كافي يعني يكفي، هو في تعريف للارهاب والعقوبه، يعني مساله واضحه. ما يمكن السؤال الاهم، هل هيحصل تعديل في قانون التظاهر؟ اعتقد شايف ده بسبب خروج نشطاء زي علاء عبد الفتاح او ماهي نور المصري، شايف ان ده ممكن يكون مؤشر، ولا شايف انه الربط او المقارنه مش وارده؟ لا مش وارده، لانه خروجهم هو على ذمه القضيه يعني، ما هو يعني هو على ذمه القضيه. لو خروجهم في يعني في الحكم كان بالبراءه يبقى في خلل في القانون، لكن هم خرجوا على ذمه القضيه. ما زالت القضيه متداوله، وان كان من وجهه نظري انا ان قانون التظاهر، مش عارف قلته معاكم قبل كده وقلته في مقالات حتى، انه قانون التظاهر سقط ب صدور الدستور الجديد، يعني الدستور يجب ما قبله وبالتالي اعتقد انه القانون غير دستوري. اتصور انه الضغط المجتمعي الذي حدث في مواجهه هذا القانون كان كبير جدا. اتصور انه اجهزه الدوله نفسها بقت مدركه انه في مشكله فيما يتعلق بهذا القانون. اتصور هذا يعني، هذا ربما يكون بعض المعلومات، لانه الناس مش متقبله بعد ثورتين يبقى في قانون بهذا الشكل الحديه. الناس كانت قبلاه
الرأي العام المصري كان قبله فيه، أنا ما كنتش قبله، لكن الرأي العام المصري كان قابل هذا القانون وقت صدوره لأسباب متعلقة بوجود عنف في الشارع. لكن اتضح أنه الذين يتظاهرون سلميا ولا مش إخوان. مش إخوان، يعني اللي بيتظاهر سلميا ده مش إخوان، واللي اتقبض عليه مش إخوان، لكن الإخوان مارسوا أعمال أخرى فيها عنف وفيها اعتداء على الآخرين، وبالتالي ده قانون آخر. ده قانون الإرهاب بقى، ده مش موضوع ده، لو القانون العام هيتحبسه، لو القانون العام هيتحبسه مش قانون التظاهر. وبالتالي أعتقد أنه قانون التظاهر في حاجة إلى مراجعة. إحنا مع أنه الناس تقدم طلب، يبقى في نظام، بس لكن للاختار وليس للموافقة أو الرفض. صح. يعني فكرة أنك تقول لي أنا موافق لك أو مش موافق لك دي مسألة لا مش من حقك، لكن أنت تقول لي مهم. اخترتني فأنا أؤمنك وأحميك أثناء التظاهر. وبالتالي أعتقد أن احنا بذلك هننتقل إلى مرحلة جديدة في 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 تاريخ مصر، وأنا متوقع أنه هذا القانون سيتم ده تحليل تعليم. ده تحليل قانوني بقى مش صحفي، ده ده تحليل رجل قانون بقى المرة دي. طيب أستاذ طارق، في جريدة المصري اليوم وعلى وقع طبعا الحدث الإرهابي اللي حصل في محيط وزارة الخارجية، التحقيقات تكشف كاميرات الخارجية رصدت سيارة زرع المتفجرات، فتاة المأذنة كنت أصور أعمال ترميم المسجد وانصرفت قبل الحادث بنصف الساعة، محل بيوافق على علاج الضابطين المصابين في بريطانيا والمباحث المصادفة، قادت فتاة مئذنة أبو العلا لمكان التفجيرات. يمكن ده في رد واضح حوالين الجدل اللي أثير حول هذه الفتاة وسر وجودها. ما عندهم كمان في الوفد أمين بيقول إن هو الوزارة بتنفي عملها بالآثار في الوفد، يعني ده برضو حاجة حالة من اللغط يعني. يعني أنا سمعت امبارح إن هي قالت إن هي بتعمل في وزارة الآثار والوزارة إحنا بعتناها، وده كان سبب وجودها وتصويرها. طب إزاي النهاردة الوزارة بتقول إحنا ما نعرفهاش وبتنفيها؟ الموضوع في غموض. أيوة بس هو الأهم في كل ده. أيوة أنا هي شغالة معهم ولا مش شغالة معهم؟ إيه يعني ده اللف والدوران اللي إحنا زرعينه؟ ده اللي إحنا محتاجينه بعد كل حادث إرهابي، إن إحنا التعقب الجناء، إن إحنا يتقال إنه هم دول اللي ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية. ده في نوع من أنواع يعني الطمأنة للناس، يعني لا يمكن إنكارها. بالظبط. انا اعتقد ان فكره انه تيجي وزاره تقول هي شغاله عندي وبعدين تنفي وتنكر، ده قالوا شغاله عندنا واحنا بديناها جواب رسمي ان هي ده ممكن يبقى تنصل من الموضوع، لانه ربما يكون هناك مسؤول يريد الخروج تماما من دائره يعني دائره الاشتباه. حاجه غريبه. لكن انا متصور انه هذا الحادث هو بدايه لحوادث اخرى، ربما بداية. يعني بدايه لحوادث اخرى بنفس هذه الطريقه، خاصه ان جماعه الاخوان المسلمين في حاله تراجع شديد جدا. هذا التراجع بيؤدي الى فكره الانتقال الى السيناريو الاخر عن الحوادث السابقه. لا هي بيقول لك اجناد مصر تبنت الحادث يعني. لا طبعا كل هذه التنظيمات لها علاقه، لكن يعني فكره التمويل الباطن واحد، مين بيمول، مين اللي بيوجه، مين اللي بيطلب. كل اعتقد انه التراجع الشديد للجماعه في من حيث حجم تظاهراتهم، من حيث تحركاتهم، من حيث شعبيتهم، من حيث رفض الناس ليهم، اعتقد انه هيخليهم يتجهوا لاتجاهات عنيفة خلال المرحلة القادمة، في محاولة للضغط حتى يعودوا مرة أخرى إلى ممارسة العمل السياسي، اللي أنا بستبعد كمان أنهم هيعودوا إلى ممارسة العمل السياسي على الأقل خلال الأربع أو الثمان سنوات القادمة، لأنهم لن يكونوا موجودين في الخريطة أثناء وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده منتهي خلاص يعني. طيب برضو خبر كده سريعا، جريدة المصري اليوم، محافظة القاهرة والجيزة وزيرة التضامن الاجتماعي ويشاركين تلاميذ المدارس في الطابور والفسحة، ومكافحة التحرش تنتشر أمام المدارس، ونصار شركات التأمين الجديدة دورها حماية بوابات الجامعة من الاقتحام. أعتقد الخبر واضح ما فيهوش تعليق يعني. لكن التعليق بقى على الصورة دي يا أستاذ طارق، إحنا نشرناها منذ قليل يعني، صورة قطة في قطة العناية المركزة، يا ريت تتفرج عليها كده ولو عندك تعليق. احنا يعني وريناها للكاميرا، نشرنا الصورة مرة تانية. خلينا نشوفها للناس يعني يمكن ما شفناهاش. هي على سرير العناية المركزة القطة. طيب دي صورة قطة في العناية المركزة في مستشفى دمياط، مستشفى فارسكور في. وعلى فكره متن الخبر يا امان بيقول ان في قطط وكلاب متجوله في طبعا العنوان بيقول ان في قطط يعني وكلاب، احنا جايبين الصوره بس عشان ما يبقاش في كلام كتير. تعليقك استاذ عليه بعد لا ده حال مستشفيات عامه كتير. المستشفيات العامه في مصر رغم انه الدستور الجديد بينص على ميزانيه كبيره للصحه، الدستور الجديد بالمناسبه بيلزم وزاره الماليه باقتطاع جزء كبير من الميزانيه لصالح العلاج، الى الان احنا ما شفناش اي اماره. أيوة يعني أنا بس على هذا التطور. ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ اللي بيوصلنا هو الاهمال. يعني اولا ما فيش
امن واضح بيلاحظ وبيركز. طب اللي دخل صور ازاي؟ مفيش مدير مستشفى يعني. ده في يعني في مستشفى من المستشفيات انا كنت في زياره، مستشفى عام وكبير جدا بالمناسبه واقتصادي وبتدفع فيه فلوس وحاجات كتير، في حشرات ماشي يعني. يعني هكلفه 3 تعريف ما عملهاش، مفيش جهد، في اهمال كتير من الاطباء بيتركوا مستشفياتهم اللي هم معينين فيها والمفروض ان هم على قوتها، وبيروحوا يشتغلوا في مستشفيات ووحدات صحيه استثماريه والكلام ده. ده غير استثماريه، ده في الوحدات التابعه للمساجد بيروحوا يشتغلوا فيها طول الوقت، وده يمضل ده، وبتحدث يعني فضائح كثيره جدا في هذا الاطار وفي هذا السياق، وما بتنكشفش غير لما يكون المدير متضايق من الطبيب وعايز يضايقه. بس عايز اقول لك راي ايمان، قالت لك ده احنا ما بنعرفش نخش العنايه المركزه، المفروض المقاولين تخش تخشها القطط يعني. يعني هم عندهم واسطه كده يعني، واعتقد انه امر الحقيقه مؤسف. بس والله يعني عارف اللي يشوف الوزير وخطر. يعني الراجل في الشارع ما يضحك، ما برضه انه خسر الراجل حقه يعني. الراجل في الشارع وبيلف ويعمل، بس مش هيلف على كل مستشفى وكل نجع وكل قريه وكل مركز يشوف اللي بيحصل فيه. لا بس ده ضمير بقى، وزع ضمير يعني. المساعدين فين يا فندم؟ يعني انت مساعدينك فين؟ يعني خلي وكلاء الوزاره، مساعدين الوزير، مديري الصحه في المحافظات يتحركوا. يعني انت لو هو عمل زياره مفاجاه لمكان بهذا ووجده بهذا الشكل واقال مدير الصحه، ما اعتقد كل مدير موضوع التامين الصحي من كام يوم؟ فاكر لما قال لهم دي مش وحده صحيه، دي حاجة أسوأ من كده بكتير، أعتقد قال لفظ مش كويس. وبالتالي ده أمر الحقيقة غير مشروع. أعتقد إن ميزانية الصحة يجب إنها تبقى رايحة لحاجات محددة وبشكل جيد. فكرة الحجم اللي الصحة يجب إنها تحصل عليه من ميزانية الدولة لازم يبقى معلن، ويقولوا إن هم كام مليار عشان نعرف نحاسب الناس. والضمير يعني بالضمير، اكيد اي مدير مستشفى بالإهمال. قادر ان هو يعني يحافظ على نظافه المكان، ده ملوش دعوه لا بميزانيات ولا يعني، ده ضمير ولا ملايين حتى ولا حتى لو وصلت المليارات، لو الضمير مش موجود هتبقى المشكله هي هي. اكيد طبعا. بنشكرك جزيلا على القراءه التحليليه اللي صحفت النهارده معانا استاذ طارق تهامي الكاتب الصحفي في جريده الوقت. شكرا استاذ، شرفنا دايما استاذ طارق. الله يخليك، اهلا وسهلا بيك دايما، منورنا، ربنا يخليك. طبعا ده كل التفاصيل كانت عندنا، اكيد في تفاصيل جديده في موجز الاخبار عشان نشوفها مع زميلنا فوزي جدلم. جديد، اتفضل يا فوزي.